التفاتة طيبة لموالين قادمين من ولاية الأغواط حطوا رحالهم أعالي المعدل بولاية باتنا بادروا بتخفيض أسعار المواشي للجمعيات الخيرية التي لم تتمكن بسبب التهاب الأسعار من اقتناء أضاحي العيد لفائدة اليتامى والمساكين. احنا من الموالة وفي ولاية باتنا من الأغواط، وإحنا جاونا هذا المبادرة هذه، أنا ساعدناهم من 4:30 لـ5. أنا واحد جمعية ويدير في الخير، نساعدوها أخويا، احنا نساعدوها، احنا باكي يخلوا 2 ملايين ولا 1.5 مليون في الـ في الـ في, الـ في الخروف هذا ما يضرناش ما يهمناش. درنا مبادرة اقتناء أضاحي لفائدة اليتامى والمساكين والعائلات المتعففة. احنا في بداية الأمر نتيجة الغلاء الفاحش لأسعار المواشي ترددنا، ورانا متواجدين في عند الموال هذا اللي جانا من ولاية الأغواط، وقدمنا أسعار جد مغرية، يعني الأضحية من 4.5 ملايين إلى غاية 5.5 ملايين. المبادرة شجعت المحسنين على المساهمة في اقتناء أكبر عدد من الأضاحي. احنا 30 أضحية، يعني الحمد لله رب العالمين تكفل بها أهل الخير والجود والكرم، وهذا الباب مازال مفتوح، لأنه الهدف تاعنا هو لما لا 100 أضحية، يعني راح نساعدوا 100 عائلة، وراكم ما تخيلوش مقدار السعادة اللي راح ننشروها على محيا الأطفال اليتامى هذوك نتا ليلة العيد، وتدي لهم الأضحية هذيك تدخلها للمنظار، صدقوني سعادة ما بعدها سعادة. الارتفاع الجنوني في أسعار المواشي يساهم بشكل واسع في حرمان العائلات المحدودة الدخل وحتى المتوسطة من الاحتفاء بسنة النحر أيام عيد الأضحى المبارك.